أن يكون قليل من الخبز وجبة أساسية لأطفال بعمر الورد، فذلك من البؤس الذي يعيش فيه آلاف اللاجئين السوريين. بؤس ما عادت هذه النساء تعرف غير ذرف الدموع سبيلاً للتخفيف منه، بعدما فاقمه تبليغ من مفوضية شؤون اللاجئين يحمل خبر إيقاف المساعدات النقدية إلى عائلاتهن. نعرف أنه كلياتنا كل المخيم جتوا فصل البوم، المؤهل والغير مؤهل والمريض والغير مريض واللي بحاجة وغير حاجة كله فصلوا. أنا جوزي مريض ما بيحسن يشتغل، وعندي 3 أولاد، وأصغر ولد عندي عمره 8 سنين، شو بدي شغله هذا حتى نحسن ناكل؟ أم محمد الجدة التي تربي 6 أيتام من أحفادها تخفي ما تعيشه من قسوة وعوز خلف تجاعيد غزت وجهها، وكانت شاهدة على أنها لم تساوم يوما على كرامتها، وإن كان من أجل كسرة خبز باتت شبه نادرة. أمهاتهم أبهاتهم مستشهدين، يعني منين بدي أجيب أنا؟ يعني منين بدي أجيب أنا بهالعمر بهالسن؟ يعني بسمح لهم ضميرهم أنزل أشتغل؟ بسمح لهم ضميرهم كرامتي 60 سنة أنزل على الشارع؟ يعني تسول هذا، يعني عيب، كرامتنا ما بتسمح لنا للتسول. مئات السوريين غصت بهم الطرقات المؤدية إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في بيروت لسؤالها عن أسباب وقفها المساعدات النقدية. اليوم المفوضية بلبنان قادرة فقط تطال 30,000 عائلة بالمساعدات النقدية اللي هي مبلغها 175 دولار بالشهر، تقريبا يعني من طال 150,000 شخص بهيدي المساعدات. بسبب محدودية الموارد أو محدودية التمويل اللي عنا إياه هون بلبنان، اضطرينا نوقف المساعدات عن 20,000 عائلة بلبنان لنقدر نضيف 20,000 عائلة غيرهم هن بحاجة أكتر منهم وظروفهم أصعب منهم وعايشين بفقر مدقع. ولم تتسلم المفوضية حتى شهر أغسطس الماضي سوى 36% من مجمل نداء التمويل البالغ نحو 5 مليار دولار الذي أطلقته ووعدت بتسديده الدول المانحة، وهي أرقام تهدد تقديمات المفوضية التي تساعد نحو 9 ملايين لاجئ، من بينهم أكثر من 4.5 ملايين من السوريين. عشرات آلاف العائلات السورية باتت تعيش في المخيمات من دون أي مساعدات تعينها على البقاء بانتظار العودة، وفي الوقت عينه ترتفع الأصوات في الأروقة الدولية وتدعو للبحث عن خطة لإعادتهم إلى المناطق التي يعمل على خفض التوتر فيها في سوريا. دارين الحلوي، سكاي نيوز عربية، من مخيم اللاجئين في بلدة كترماية في جبل لبنان.